الجزائر لما فقدت التاريخ هو تاعها، التاريخ الهوياتي دونك سون هيستوار ايدنتيتير، لما فقدناها خلقت عندنا القبليه والريجيوناليزم. اول من بدا يضرب قبيله بقبيله هما الرومان بعد تفكيك مملكه نوميديا. على هذه كان كل ما يجي هدوم وهيكل يلقى بلاصه. الحرب كي جاوا ثم تسميهم فتوحات نسميهم الغزوات، الغزوات اللي جاتنا جاوا يحاربوا يريكوبيريو اراضي الرومان باسكو غلبوا الرومان في مواقع كثيره. الرومان ما كانوش يحطوا جيوش كبيره في الاراضي، يحطوا سكون اقل دي غارنيزون. ياسر كي جاوا الرومان كي جاوا العرب في غزوات نتاعهم لقاو هنا مجموعه قبائل نص متناحر مع النص الاخر، وهذا بفعل شكون؟ بفعل الرومان. دخلوا في الحقيقه العرب ما كانوش استعمار، جاو دخلوا داو الدراهم داو البقري داو نسابعوهم في السوق نتاعهم داو الرجال كملوا الطريق يا في با بوكو دار. من بعد القبائل الامازيغيه اعتنقت الاسلام ونا بينا وصلنا عليه صح فينا قبائل. لي ديناستي اللي حكموا الجزائر هذه لازم تفهموا ملوك كامل امازيغ كامل ولات بلاد ولا جيوغرافيا شونجي دو طون زاوتر. نجي نهار نحكي نمدو شغل انفريس كرونولوجيك. من بعد جات فرنسا، فرنسا استفادت من تجربة الرومان مع مملكة نوميديا وفهمت عقلية الشعب هذا، عملت نفس الشيء اللي عملوا الشعب هذا، هادو قبائل هادو شاوية هادو أمازيغ هادو صحاب أوهارنا هادو كذا هادو مالطا هادو فرنسيس هادو طلعين هادو يهود، مشات في نفس الشيء. حنا الحمد لله في الجزائر نقولوا رانا في الريجيوناليزم. الريجيوناليزم هو مرحلة تطورية أننا نهضروا بالنواحي. كانت مصيبة أكبر كون كنا في التريباليزم نهضروا بالقبيلة. الريجيوناليزم المرحلة اللي تجي فوقه هي مرحلة الناسيوناليزم، وبربي إن شاء الله قربنا لها، لأنه لما نرجع للتاريخ تاعنا لما نعرف الهوية تاعنا ونحبوا نستقلوا ندخلوا في الناسيوناليزم إلو باتريوتيزم. يقول لكم الناسيوناليزم هي الوطنية، والباتريوتيزم وشي هو؟ لا ناسيون هي أمة ولا باتري هي الوطن. دونك حنا الأمة والوطن. دونك لو ناسيوناليزم هي الأممية، لو باتريوتيزم هي الوطنية. هذا تفسير يعني ماشي دقيق بزاف لأنه مانيش إنسان نحوي لغوي، لكن هذا هو الأقرب. باسكو كون نقبلوا باللي الوطنية هي لو ناسيوناليزم، كلمة باتريوت بالفرنسي صعب والله لو تيرم دو باتري ما لقاوهاش بالعربية. دونك نروحوا للأممية. فوالا الفرق بين الأممية والأميين. الأميين لما تسمعوا كلمة الأمي هو كل من هو غير يهودي، هذه خاصة ببنو إسرائيل باليهود بالديانة اليهودية. في الفرنسي يقولوا لي غوي هو الأمي ماشي الأمامي. واحد الوقت حبوا يحطوها ما يقولوا الأمامي، نو الأمي كما في القرآن الله عز وجل في الخطاب تاعو يقول لهم ذلك النبي الأمي، ماشي ما يعرفش يقرا يا داند. محمد قاري، محمد يعرف يقرا عليه الصلاة والسلام، يعرف يقرا ويعرف يكتب، والقرآن شاهد على ذلك. باسكو يقول بنو إسرائيل هاتوا الكتابة، ربي يقولوا في القرآن يقول لهم يعطيو كتابتهم اتلوها نتا عليهم قراها نتا عليهم. دونك محمد عليه الصلاة والسلام قاري، انتوما الأميين يا الكوافا يا البكبك يا الدعند يا دين الرب، كرهنا من ربكم من 2022 على بالكم باللي مخاخكم فيهم الخرا فيهم الزبل كيسكيا دون فوتات دو لا ميرد، ماكمش عباد خاصكم من كروموزوم ما فهمناش. بون بريف ما نقولش اللهم اني صاحب ماني فطر، اللهم انه في رمضان معليش. دونك شتي ريبوندو لو ريجيوناليزم احسن من التريباليزم. الحمد لله احنا في مرحله الريجيوناليزم. شوفوا احنا ما لازمناش حوايج بزاف في الجزائر باش نوليو امه حقيقيه، لازم نتخلصوا من الاستعمار، لازم لنا ثوره سياسيه ممنهجه باش نتخلصوا من الاستعمار برك مو هيكله. لكن ماشي توحيد كل التيارات السياسيه غير امر مقبول. الاسلاميين لازم القضاء عليهم من الاصل من الجدارات تاعهم. تعرفوا علاه؟ لانهم ماشي اسلاميين،
إنهم شيطانيون. شوفوا جميع من لابس لحية وقنظارة شيطان ستان ديابل. لا كذبتوني شوفوا أعمالهم شياطين. تعرفوا على مش على دين محمد، هم على دين ناس شياطين كيفهم حرفوا الإسلام. هذا اللحية والقناطير والنقابات اللي تشوفها بكل بكل أمر شيطاني، أمر بليس، بليس الراجيم برك. لأنه بليس كون يجيك بصفة كافر ما تتبعوش، بس حيجيك بصفة مؤمن. المهم برك دونك احنا رأيتا أنا جبهة القوى الحية، احنا نحوسوا على المواطنين اللي تحكوا بنا، نقوم بالثورة تاعنا، ما نشاركوا حتى تيار من التيارات الخامجة معنا. الثورة تاعنا احنا نمشيوا بها، احنا برنامجنا احنا، والسل سل المواطنين يقدروا يحاسبونا ماشي الشعب. الشعب المبغل ما يهضرش معايا ما يحاسبنيش، الجاهل البوندي ليسكرو الشعب هذا اللي ما يفرقش بين رجليه وراسه ما يحاسبنيش. نتحاسبوا على البرنامج نتاعنا، على خارطة الطريق نتاعنا مع الناس الوطنيين، الوطنيين المواطنين. الجهل ما حاجتناش به في المرحلة الثورية، الجهل أصلا غدوة كي نستقلوا إن شاء الله نسحقوا منه يولد بابلوس ولاده يخرجوا مواطنين، هو يقعد يعوم في الجهل تاعو حتى ندفنه. با جو ريفيان اون كيستيون اون دو با فيفر دون ليزولمون. نظرة الوعر هو كرايي كو لالجيري ايتون ناسيون impossible. La preuve aujourd'hui, campagne haineuse contre une région, c'est grave. Til li atir. Est-ce que habbin chouya tahchmou ala aslkoum ou tsidi taoudou tsidi wliou télévision tsa 70s journalat tsa 70s Elias, je vais te rappeler. Ya til li ديما من وقت فرنسا منطقة القبائل مدارينها سيبلة، منطقة القبائل الاستعمار الحديث في الجزائر في آخر مطاف كون يحصل خلاص راح يعطيها لوتو ديترميناسيون وحطها في الدستور، المادة في الدستور اللي ما هضروا لكمش عليها المبغلين كاع اللي تخيلوا تبعوا فيهم، ماشي الإسلام دين الدولة والخرطية ذاك، هي لو ستاتو بارتيكولي بور سيرتان كومون. سي باش يمدوا لا كابيري لوطو ديتيرميناسيون. اول مره في حياتي اون سول فوا جامي عاودت لقيت معاه، مع فرحات مهني كنت نحترمه باسكو كان عنده موقف سياسي، نهار حط يدو في لي سيرفيس سكري ماروكان خلاص ولا ان تراتر عندي انا وازرين ما نحيهاليش.